اسماعيل يمكن اجي لك انت حارس مرمى، يمكن الشوط 6 دقائق في 4 تشواط يعني 24 دقيقه، قول يعني بيخش في ساعه زمن المباراه، الساعه انت عايمهم يعني ما بتريحش. اه كلمني عن الموضوع ده في الفاينل كمان. في الفاينل كان صعب عشان كنت بلعب فرقتي القديمه، كان فرقه انا بعشقها انت كنت في اليوبلس. كنت بعشقها، بس الحمد لله يعني لعبت في فرقه ما فيش زيها، فرقه الاهلي طبعا. انت بتقول لي في الماتش ما لبستش الحيطه. يعني ما روحتش حتى تريح شويه؟ ريحت. طب يعني ما انا عايز اعرف برضو ده يعني فيتنس يعني ده مش طبيعي ان حد يقعد الفتره دي كلها عايمهم عجله كده، ومع كل هجمه انت بتحاول تشد فوق الميه. موضوع صعب. تتمرن فيتنس ازاي؟ بنزل اسمها يوم فيتنس ارضي ويوم جيم مع كابتن سراج. الارضي ده بتجري في التراك بتاع بطن ضغط بقى ورباعي. اما في الجيم بننزل هيفي ويتس، اوزان تقيله وكده. تتمرن كام يوم في الاسبوع يا اسماعيل؟ 6 ايام.